وتواصل مصر جهودها المضنية لحل مختلف الملفات والقضايا العربية بما يعزز من وتيرة العمل العربي المشترك. وفي سبيل تحقيق هذا الهدف عقد وزير الخارجية سامح شكري لقاءات متعددة لتوحيد وجهات النظر العربية تجاه مختلف التحديات. جهود مستمرة تبذلها مصر في سبيل توحيد كلمة العرب بشأن مختلف الملفات والتحديات، ولا شيء خلال الفترة الراهنة أكثر أهمية من القضية الفلسطينية وما يشهده قطاع غزة من عدوان إسرائيلي مستمر منذ أكثر من 7 أشهر. اللقاءات المصرية على هامش المشاركة باجتماع مجلس وزراء الخارجية العرب التحضيري للقمة العربية في المنامة عكست حرص القاهرة على توحيد الرؤى العربية تجاه القضايا ذات الاهتمام المشترك، حيث شهد لقاء وزير الخارجية سامح شكري مع نظيره البحريني عبد اللطيف الزياني بحث مستجدات الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وتأكيد الجانبين على ضرورة وقف إطلاق النار في القطاع والعمليات العسكرية في مدينة رفح الفلسطينية، فضلاً عن التحذير من خطورة استمرار احتلال إسرائيل للجانب الفلسطيني من معبر رفح وإغلاقه أمام دخول المساعدات الإنسانية للقطاع. الموقف المصري الراسخ إزاء القضية الفلسطينية لا يقوم إلا على إظهار الحقائق وعدم القبول بغيرها، ومن هنا جاء تعقيب شكري على تصريحات وزير خارجية إسرائيل المطالبة بإعادة فتح معبر رفح وتحميل مصر مسؤولية منع وقوع أزمة إنسانية في قطاع غزة، إذ أكد شكري رفض مصر القاطع لسياسة لي الحقائق والتنصل من المسؤولية التي يتبعها الجانب الإسرائيلي، مشددا على مسؤولية إسرائيل دون غيرها عن الكارثة الإنسانية التي يواجهها الفلسطينيون في قطاع غزة. لقاءات شكري المتعددة في المنامة شملت لقاء مع نظيره اليمني شائع الزنداني، وشهد اللقاء استماع شكري لتقييم بشأن مستجدات الأوضاع في اليمن الشقيق وتهديدات أمن الملاحة في البحر الأحمر والتي تم التجديد على رفضها. وفي إطار التعاون الثلاثي القائم بين مصر والأردن والعراق، التقى شكري مع نظيريه الأردني أيمن الصفدي والعراقي فؤاد حسين، وحرص شكري على تناول آخر المستجدات المتعلقة بما تقوم به مصر من جهود مضنية ودور محوري للعمل على التوصل لوقف فوري وشامل ومستدام لإطلاق النار في قطاع غزة، وكذا التحذير من مغبة التصعيد الذي يقوم به الجانب الإسرائيلي وتداعياته شديدة السلبية على أمن واستقرار المنطقة بأسرها.